المباراة كانت صعبة بآخر الأنفاس، الحمد لله فرحونا وفرحنا أهلنا وجمهورنا العزيز المنتظر هذا الحلم من 30 سنة يستنى هاي الفرحة، وإن شاء الله بأرض الشام راح نتوج مثل ما عم يقولوا، إن شاء الله المنطقة الشرقية كلها راح تفرح، وإحنا جمهور الدير بالعالم كله يعني من ألمانيا من كل الدول الأجانب مساندينا، جمهور الدير عريق، جمهور عنده فريق، ان شاء الله الحمد لله رجعنا ومثل ما قال بالزور بالقوه الدوري للفتوه. جايين من دير الزور والله مسافه 500 كيلو وان شاء الله جايين فرحانين على دير الزور على دينا وشعبنا وناسنا، وان شاء الله الفوز لنا الفتوه والدوري الفتوه ان شاء الله بعون الله. شعور لا يوصف للامانه، والف مبروك لاهالي دير الزور بشكل عام للامانه، يعني ما في كلام نقدر نحكي اسع، الف مبروك الف مبروك وشكرا للاعبين جميعا ما قصروا، الله يعطيهم الف عافيه، كانوا مقاتلين بارض الملعب. الحمد لله اللعيبه اهم شغله بروح اللعيبه انه عم يقاتلوا لاخر دقيقه، والدوري ما راح ينحسم لاخر مباراه، وان شاء الله ان شاء الله الدوري مثل ما اخذ نابولي بعد 30 سنه، السنه ازوري ازوري السنه. هاي الفريق الفتوه كان الشوط الثاني يعني ضايع وسطه شوي، ركز شوي باخر 10 دقائق، الحمد لله رب العالمين نزل عدي العبادي الحمد لله حركوا الملعب واخذنا جول الحمد لله رب العالمين.